سلطان ريال مثقف من أصحاب الهمم، يحب يقضي وقته بكل شيء مفيد من خلال البحث والقراءة. ولهالشيء مر المكتبة اليوم يبى مكان مخصص لأصحاب الهمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل أخوي. ما عليك يا مرختي، أبغي أروح المكان المخصص لأصحاب الهمم. إنزين، أول شيء تعطيني بياناتك أسجلها، وبعدها ما عليك إلا تسير على هالمسار المخصص، وهذه خطوط الأسهم البارزة على الأرض، وإن شاء الله توصلك لنادي أصحاب الهمم التابع للمكتبة، وبعد في جرس تقدر تضغط عليه في حال عندك سؤال أو استفسار أو أي شيء، والموظف رح يكون وياك خلال دقائق لمساعدتك. إنزين، مشكور أختي. حياك الله أخوي. نادي أصحاب الهمم، في حال تم الموافقة على هالمقترح رح يتم جمع وتوفير كتب بصيغة بريل وكتب صوتية بعد. مو بس هالشي، رح نحاول نوفر قد ما نقدر من أجهزة ذكية مخصصة لأصحاب الهمم. الهدف من المقترح إننا ندمج أصحاب الهمم ويا المجتمع، لأن المكتبة للجميع مو بس لنا نحن. نادي أصحاب الهمم بمكتبة اتحاد الإمارات، المكان الذي ستستمتع فيه بالقراءة.